احنا شاهدت العرض الحكم الاول والاخر طبعا يعود للجمهور. احنا يعني من خلال التفاعل مع الجمهور حسينا باللي كان هناك نوع من اللي يعني جهدنا ما راحش كما يقولوا خسارة. الحمد لله استطعنا اننا نقدم بعض من المتعة للجمهور كما قلنا يعني كنا نتكلم في السابق بتوابل يعني فيها من الفكاهة فيها من كذلك تراجيديا، لأنه الموضوع حساس جدا يحيوي 132 سنة من الكفاح المسلح من الدم والظلام كما تمثل المرسل يعني الحقيقة على مدار هذه السنوات يعني بمرارتها، ولكن بدون أن ننسى أن الجمهور في حاجة إلى نوع من يعني ترفيه عن النفس، فقدمنا بعض اللوحات اللي يعني لنا هذا النوع من الفرجة التي تقدم. ما يخفاكمش أنه هالمسرحية اليوم كان عرض العام، وإن شاء الله راح يعني تقدم في مناطق أخرى بداية بالجزائر العاصمة يوم 11 من نفس الشهر. سطرون ديزون مسرحية معروفة، وعود عبد الرحمن الكاكي معروف مش نهضر عليه، ولكن نهضر على التجربة اللي تلمت عدة شباب محترفين وهو اللي صاعي ولاو محترفين مع الأستاذ مجاهي حبيب. كانت تجربة لمدة 45 يوم، قدمنا اليوم العرض العام وتفاجأنا بالتفاعل تاع الجمهور. سبيكتاك يحكي على يريزومي 132 على الحقاب اللي فاتوا على المعاناة تاع الشعب، والميزة اللي فيه هو 132 على لي سبيكتاك الاخرين تاع الثورة، كو 132 فيه دي باساجي بوريس، فيها الضحك الناس تسولاجي، وصي فيها هو لام الكوميك مع التراجيدي مع الدراما مع دونك ستين طري بون اكسبيريونس مع اون ايكيب طري فورميدابل لي جون مع عمي حبيب بيان سور لي معروف. وان شاء الله عندنا مناسبه عيد الفنان، نقولوا كاع الفنانين الجزائر نقول لهم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. كما شفتوا اليوم اول عرض مسرحيه 132 132 سنه لولد عبد الرحمن كاكي. انا فرحت بزاف اللي شاركت اول مره في احد الاعمال اعمده المسرح الجزائري ولد عبد الرحمن كاكي، كان العرض الاول، وهذا التكريم ليه الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم امه محمد اجمعين. مسرحيه ثوريه تحكي تاريخ الجزائر عبر العصور الى غايه الاستقلال، ودوري دور الدرويش كما شفتوا هذاك الدرويش اللي عاش الاحداث، درويش وفي للشهداء، درويش يعني قلق يدابز يعني على الجزائر. الحمد لله يا ربي، نقولوا تحيه للجزائر.